الاقتصادي شرط يعني كنصوص ديال الزمن الصحفي على الحياه السياسيه الاقتصاديه، خصوصا ان كما شار الاخ بالخير منسي وهذه فكره تطورت على ان تكون احتفاء القيمه للمنتوج الصناعي ديال الفضاء، خصوصا ان نتحدث عن الجانب الاقتصادي نتحدث عن لغه الارقام ولغه الوسيله الماديه بصوره بشكل يعني معقد ومحدد ومضبوط. اشاره اخرى هو في اطار ان الميراجان هو تقدمه وكان فكره مبرره من طرف مدينه ديزنيت، ونعلم بان مدينه ديزنيت لها علاقه توأمه وشارك مجموعه من المدن المستفيد على يعني في قصص ونيفو اوكسيدونتال بصوره او زيارات. هل هناك فكره من اجل مبرره شراكه جيده للميراجان في اطار، خصوصا اننا نتحدث عن اهتمام الميراجان يسير نحو الاشعاع الدولي. هناك تجارب يعني على المستوى الدولي مدن اخرى كذلك تحتفل بالقيمه الماديه السوسيو اقتصادية للمكونات ديال المجتمعيه، سواء بمدن ايطاليه المانيه وكذلك فرنسا، التوجه اجل اخذ تجارب في هذا الشكل واجل التوجه بخطه ثابته نحو مسار اشعاع دولي. شكرا للاخ يوسف عبادي على جريده الاخبار. تقدرون ايضا للاخ عن موقع الالكتروني موقع ديزني الان.